أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن التعزيزات العسكرية نحو محافظة أبين. دفعت قوات الحزام الأمنية المدعومة إماراتيا بتعزيزات عسكرية إلى ضواحي مدينة زرجبار مركز محافظة أبين. ونقل موقع المصدر أونلاين عن مصدر عسكري قوله إن التعزيزات تضمنت دوريات عسكرية تحمل أسلحة الرشاشة وعددا من العربات العسكرية وسيارات مدنية تقل أعدادا كبيرة من المسلحين. وبحسب المصدر فإن تلك القوات تمركزت في بلدة الشيخ سالم الساحلية الواقعة في ضواحي زرجبار، وتمركزت وحدات أخرى بالقرب من استاد الوحدة الدولي جنوب شرقية زرجبار، وأخرى على مقربة من وادي حسان عند مدخل المدينة من اتجاه مدينة شقرى الساحلية. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أسباب عودة التوتر في المحافظات الجنوبية، وما الخطوات التي تملكها الحكومة الشرعية والتحالف لوقف هذا التوتر. نتابع التقرير الذي أعده الزميل عبد الرقيب الأبارة ثم نبدأ النقاش. تعزيزات وحشود عسكرية نحو أبين، هذا ما بدأ عليه المشهد في الجنوب بعد أسابيع من اتفاق الرياض. التعزيزات التي تضمنت دوريات عسكرية تابعة للحزام الأمني المدعوم إماراتياً وتحمل أسلحة رشاشة وعدداً من العربات تأتي بالتزامن مع بدء أعمال اللجنة العسكرية المشكلة من طرفي الصراع لتنفيذ بنود الملحقين العسكري والأمني للاتفاق. مصادر عسكرية قالت إن القوات الواصلة تمركزت في بلدة الشيخ سالم الساحلية الواقعة في ضواحي مدينة زنجبار، بينما تمركزت وحدات أخرى بالقرب من استاد الوحدة الدولي جنوب شرقي زنجبار وعلى مقربة من وادي حسان عند مدخل المدينة من اتجاه مدينة شقرة. يرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تعمل على إعادة التوتر في الجنوب بعد أسابيع من حالة الهدوء التي سادت المدن الجنوبية عقب اتفاق الرياض، ومؤشر على عدم جدية المجلس الانتقالي في الالتزام ببنود اتفاق المصالحة في الرياض. وأمام ما يبدو أنه عودة للتوترات في الجنوب، لا تقف الحكومة الشرعية عاجزة فقط عن تغيير الوضع هناك، بل تكاد تعدم أوراقها كليا في محافظات الجنوب بعد أن ارتأت تسليم قرارها للرياض التي بات ينظر إليها هي الأخرى كداعمة لموقف المجلس الانتقالي أيضا إلى جانب الإمارات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وينضم إلينا من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني. مرحبا بك يا سيد عبد الرقيب. لماذا يحشد المجلس الانتقالي قواته إلى محافظة أبين اليوم في هذا التوقيت؟ مساء الخير أمل عليك وعلى السادة المشاهدين. التطورات الأخيرة في أبين شرق عدن، هناك مساعي حثيثة و يعني ملاحظة خلال الأيام القليلة الماضية أن المجلس الانتقالي يعني فجأة يحاول التملص من اتفاق الرياض، وتحديدا بعد وصول اللجنة العسكرية والأمنية إلى عدن. رأينا تصريحات من قبل قيادات المجلس الانتقالي، من قبل القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي فضل القعدي، والذي تحدث عن تصعيد عسكري من قبل الحكومة الشرعية في شبوة وفي أبين، كذلك الحملة الإعلامية الكبيرة التي قادتها منابر ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للمجلس الانتقالي ضد بعض القيادات الحكومية الشرعية المتواجدة ضمن اللجنة العسكرية والأمنية. نحن اليوم أمام صورة واضحة، نستطيع أن نقول أن المجلس الانتقالي يحاول الهروب من استحقاقات تنفيذ الملحق الأمني والعسكري في عدن. لعلهم فطنوا مؤخرا أن عدن هي نقطة البداية وهي نقطة التغيير، وأن مجمل الجهود مصبه إلى حلحلة المشكلة في عدن، وبالتالي يحاولون الهروب إلى خارجها باشتعال مشكلات في أبين. حركوا كثير من القوات باتجاه أبين إلى أطراف زنجبار إلى قريب من شقرة، هي محاولة لتفكير الوضع للهروب من أي استحقاقات ومن أي التزامات وقعوها ستقضي إلى خروج قواتهم المسلحة
والمعدات العسكرية وتسليمها للتحالف في عدن. وما المفترض بالتحالف الذي رعى اتفاق الرياض أن يكون موقفه الآن من تحرك الانتقالي؟ طبعا يبدو أن الحكومة الشرعية تقوم الآن، هي تقوم بعملية رفض لمجمل الخروقات التي يقوم بها المجلس الانتقالي، وتقوم بمخاطبة التحالف حسب معلوماتنا، وتقول للمملكة العربية السعودية تحديدا هذا هو المجلس الانتقالي لم يفي بتعهداته وما وقع عليه، فهو اليوم يعني يصعد على الأرض ويسعى بكل أدواته وبكل جهده لتفجير الأوضاع من جديد. لكن ينبغي على المجلس الانتقالي أن يعي أن اتفاق الرياض هو في مصلحته وجاء لإنقاذه من هزيمة محققة بعد أن فقد شبوة وفقد أبين وكان على وشك أن يفقد عدن لولا تدخل الطيران الإماراتي. اليوم المجلس الانتقالي هو بأمس الحاجة إلى اتفاق الرياض وليس الحكومة الشرعية، وأي ارتداد من قبل المجلس الانتقالي، أي تلكؤ، أي محاولة لإعاقة تنفيذ اتفاق الرياض سيكون هو الخاسر الأكبر، لأن قوات الحكومة الشرعية على مشارف عدن وتستطيع أن تحسم المعركة متى ما استطاعت أن تضع المجلس الانتقالي في زاوية ويحاصر فيها ويتضح للتحالف والمملكة العربية السعودية أنه لن يلتزم باتفاق الرياض وأنه في طور تفجير الأوضاع كما يحصل اليوم في أبين. نعم عبد العزيز، سيد عبد الرقيب، لماذا أبين بالتحديد؟ أبين هي خافرة عدن، من يسيطر على أبين يسيطر على عدن. أبين هي مفتاح الحل والمشكلة كذلك بالنسبة لعدن، هي بوابتها الشرقية، والمجلس الانتقالي خطه باتجاه لاحق والضالع شمالا أو باتجاه الصبيحة وتعز غربا مؤمن ولديه قوات كثيرة، ويعلم أن أي يعني انكسار سيكون عليه هو من البوابة الشرقية من اتجاه أبين، من اتجاه شبوة، من اتجاه حضرموت، وبالتالي يحاول أن يكدس الترسانة العسكرية في أبين. ورمزية أبين باعتبارها يعني مكان الرئيس عبد الرب منصور هادي، وإليها ينتمي الكثير من قيادات الدولة ووزير الداخلية تحديدا أحمد الميسري الذي يعتبره المجلس الانتقالي العدو الأول، لذلك يحاول أن ينقل المعركة من عدن إلى خارجها في أبين. نعم، والخطوة التي أقدم عليها الانتقالية اليوم هل تعتبر رسميا خرق لاتفاق الرياض؟ بكل تأكيد هناك جملة من الممارسات التي تم رفضها فعليا، وقامت الحكومة الشرعية بتقديمها إلى المملكة العربية السعودية، كثير من التصريحات، كثير من التصعيد عبر أطراف كثيرة في عدن، الحالة الأمنية التي استبقت أدوات الإمارات والمجلس الانتقالي والحزام الأمني بإشعالها في عدن، الاختلالات الأمنية، الاغتيالات، البسط، محاولة رفع العلامات التشطيرية في أكثر من مؤسسة سيادية، واليوم التصعيد العسكري باتجاه أبين. وهناك تصريحات لبعض الأطراف في اللجنة الأمنية من طرف المجلس الانتقالي يهددون بتوقيف العمل، بتعليق عملهم في اللجنة المشتركة التي يعني أسند إليها تطبيق الملحق العسكري والأمني في عدن. هناك جملة من الاختراقات، وحسب معلوماتنا أن الحكومة صعدت في هذا الجانب وتقدمت بهذه الوقائع إلى المملكة العربية السعودية لإدانة المجلس الانتقالي ويعني إدانته على الأرض. نعم، إذن السيد عبد الرقيب الهدياني تفضل بالبقاء معي، واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث من عدن المحلل السياسي صلاح السقلدي. مرحبا بك سيد صلاح.
كيف تابعت الخطوة التي أقدم عليها المجلس الانتقالي اليوم بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أبين؟ كيف يمكن أن نفهم هذه الخطوة من قبل الانتقالي، وكيف يمكن أن تؤثر على اتفاق الرياض؟ لعل هنالك مشكلة في الاتصال مع السيد صلاح. إذن نعود. نعم، إذن نستقبل من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي. مرحبا بك سيد عبد العزيز. أهلا بك سيدي الكريم. كمحلل ومراقب للوضع في الجنوب، كيف تنظر إلى طبيعة الوضع العسكري تحديدا بعد أيام من اتفاق الرياض، والآن بعد ما قامت به المجلس الانتقالي من إرسال تعزيزات إلى أبين، خطوة قد تكون خرق واضح لاتفاق الرياض؟ قبل كم يوم أنا كنت معكم على هذا البرنامج وقلت لكم على أنه إذا كان صعب تنفيذ البند السياسي أو اتفاق المبادئ في الجانب السياسي وهو البند الأسهل، فمن الطبيعي ان يتم فشل تنفيذ بقيه البنود البند العسكري والبند الامني او الملحق العسكري والملحق الامني. الحشود التي هي بيلوى الحشود المواده وافتعال مشاكل في مارب اتت نتيجه لاستحاله تنفيذ الاتفاقيه في جانب العسكري والامني. طبعا لو كانوا نجحوا سياسيا كان يمكن ان نتكلم عن النجاح في تنفيذ الاتفاق العسكري، ولكن الفشل الامني او الفشل السياسي في الاتفاقيه ادى الى الفشل العسكري. ما يحدث اليوم هو دلاله على ان اتفاق الرياض ولد ميتا. نعم. نعم، سيد الهداشي، ما الذي يمكن ان نطلقه على تحركات الانتقالي اليوم؟ ما هو التوصيف الذي يمكن ان نصف به ما قام به اليوم من ارسال تعزيزات عسكريه الى ابين بعد اسابيع فقط من التوقيع على اتفاق الرياض؟ شوفي، اول بند في الاتفاقيه العسكريه في الملحق العسكري بالذات هو جمع الاسلحه الثقيله من المعسكرات داخل عدن. الاسلحه الثقيله يصدها الرشاشات المتوسطه ويصدها الدبابات او الار بي جي او الصواريخ الحراريه او المدرعات. طبعا القوات العسكريه حاليا في عدن هي تتبع المجلس الانتقالي، ففي حال استحضار فقد اصبح المجلس الانتقالي في عدن اسد بدون اسنان، يعني عاجز عن اي فعل، وبالتالي قد يكون استعال المشكله الان في ابين للتنصل من اتفاقيه عدن. انا سمعت بعض اعضاء المجلس الانتقالي يقولون انه ضروري ان يتم تنفيذ اتفاق الرياض بشكل متزامن، رغم ان بنود اتفاق الرياض حدد عدن اولا وتاتي بعدها بقيه البنود العسكريه. انا ارى انه استعال المشكله من قبل هذا الطرف او ذاك للتنصل من اتفاق الرياض. اتفاق الرياض هو صار في صالح الانتقالي، لكن نتيجه ان البند الاول يتضرر منها الانتقالي او سوف يبدا منها الانتقالي، فمن الطبيعي ان يسعى الى اشكال الاتفاق باحداث مشاكل في ابين او في شبوه. نعم. نعم، سيد الهداشي تفضل بالبقاء معي واسمح لي لأن أشرك معنا في الحديث صلاح السقلدي. مرحبا بك مرة أخرى سيد صلاح. ما هي الرسالة الذي يود الانتقالي بهذه الخطوة أن يبعثها لجميع الأطراف؟ أعتقد أن هناك رسالة من طرف إلى طرف. كل ما بالأمر أن الشرقية بدأت تتحرك عسكريا على الأرض قبل يومين في شبوة صوب أبين، وكان لابد من اتخاذ اجراءات عسكريه احتياطيه واحترازيه لمواجهه اي طائره تقوم بهذه الشرعيه. فهي كهذا الطرف الذي رفض وتنكر ان يوقع على هذا الاتفاق كثيرا واعتبره بانه استهدافا للوحده واستهدافا للشرعيه، فهو من يتحين اليوم فرص لافشال هذا الاتفاق بدون شك، وهذه الادله واضحه امامنا. البند الاول يتحدث عن وجود الحكومه، عاده سياسه الحكومه الى عدن وصرف المرشبات، هذا البند لم يطبق حتى الان ولم ينفذ، ومماطله واضحه بالجانب السياسي بالجانب الاقتصادي بالجانب الخدمي، وبالتاكيد هناك على الجانب العسكري
الحشودات تقوم بها السلطه، وكان لابد من ان الغالي يتحوش ويعطيهم الدراعات والمجابات اي طائره تقوم بها عدوى هذه القوات التي تندفع ليس فقط من شبوه بل هي تاتي من ابين باتجاه الجنوب وربما الى عدن اتيحت لها الفرصه. فالشرعيه ترى اليوم بان الاطراف تجاوزتها خصوصا السعوديه تقوم الان بحوار مباشر مع الحوثيين، وترى هذه الشقه بانه مستقبل لها في الجنوب بعد ان تراجعت حدودها وتراجعت خطتها بالسيطره على صنعاء والعوده الى السلطه مره اخرى، فهي عينها جحظت بقوه نحو الجنوب، وبالتالي لا يمكن ان الفراغ بالجنوب كما كان بالماضي. فالجنوب اليوم له مخالب له انياب يستطيع ان يدود عن قبيلته وان يدافع عن ارضه وشعبه بعد ان عرض وارتدت هذه الاحزاب وهذه التنظيمات السياسيه والحزبيه بان تصدر نظره واسعه للحل القضيه الجنوبيه. هناك تجاهل القضيه الجنوبيه وبالتاكيد هناك تداعيات الان وهناك مضاعفات لمثل هذا التجاهل ومثل هذا الصدف الذي تتعرض القضيه الجنوبيه والشعب في الجنوب قاطبه. نعم، إذا عودة إليك سيد عبد العزيز الهداشي، بالنظر إلى المعطيات في الأرض هل تنبئ بتصاعد التوتر في المحافظات الجنوبية؟ وفي حال تصاعد التوتر هل يمكن أن يقود ذلك إلى إنهاء اتفاق الرياض؟ عليه والله عن هذا لان الاطراف بعض الاطراف الانتقاليه صرح انه لن يسمع الا بعوده رئيس الوزراء وصرف المرتبات وليس بعوده الحكومه الحاليه خلال ساعات. الاخ صلاح يقول انه البند الاول وهو الاتفاق السياسي فشل، من الذي افشله؟ من الذي منع اغلب وزراء الحكومه من العوده الى عدن؟ من الذي منعهم؟ هذا اولا. ثانيا اتفاق الرياض هو كان حل ترجيعي لايجاد صفقه ما ليس للقضاء على الحوثي او لمجابهه الحوثي عسكريا وانما لفتح حوار مع الحوثي توحيد التوحيد الكفري المعادي للحوثي في اتفاق سياسي للدخول في مفاوضات مع الحوثي في الحد النهائي. اتوقع في الايام القادمه ان ينفجر الوحل ان تتصاعد الحشود الحج والحج المضاد مع تغذيه اعلامي على هذا الطرف وذاك الطرف الى ان ينفجر الوضع عسكريا. هذا شيء متوقع يعني من اول يوم من لحظات التوقيع كمان الاتفاق حمل جزء من التوازن لكن لا يمكن تطبيقه على الارض. نعم فل الاوضاع يتوقع ان تتصاعد. ما على فكره الذي يتحمل مسؤوليه التصاعد هذا هو هي دول التحالف نفسها هي المسؤوله وهي قادمه لتنفيذ اتفاق الرياض وعليها تكون جريئه في خلال الحدود الترجيحيه ان تضرب بالعصا على الطرفين كما شاهدناه بحصول قوات الشرعيه في العلن يريد منهم ان ينظروا ويروا من هو الذي اخذ اتفاق الرياض سواء كان الانتقالي او الشرعيه. نعم نعم، إذن السيد عبد العزيز الهداشي كنت معي من الرياض، شكرا جزيلا لك. إذن بالعودة إليك سيد عبد الرقيب الهدياني، سيد عبد الرقيب الآن بعد هذه الخطوة كيف يمكن أن تؤثر وتقلب المشهد السياسي الجنوبي وكيف ستكون الصورة في الأيام القادمة؟ طبعا ينبغي التأكيد أن اتفاق الرياض هو الفرصة الأخيرة أمام جميع الأطراف المحلية والإقليمية حتى على مستوى المملكة العربية السعودية. اتفاق الرياض هو الفرصة الأخيرة أمامها، ما لم ينجح هذا الاتفاق فسيؤدي إلى يعني تداعيات كبيرة، لعل من أبرز هذه التداعيات هو خروج الملف اليمني من أيدي المملكة العربية السعودية ودخول لاعب دولي جديد، وهذا ما لا تحدده المملكة العربية السعودية. لذلك أنا أؤكد أنها ماضية في تنفيذ اتفاق الرياض مهما كانت الصعوبات ومهما كانت المعوقات. المجلس الانتقالي اليوم وجد نفسه أمام ورطة كبيرة هو حسبها متأخر، في حال أن وقع ومضى في الاتفاق ومع وصول
اللجنة العسكرية والأمنية سيخسر مخالبه، سيخسر القوة العسكرية، سيخسر الآليات، وهو عبارة عن ميليشيات. الميليشيات لا تجيد سوى السلاح، لا تجيد سوى القتل، لا تجيد سوى العنتريات، بالتالي لا تستطيع أن تلعب في الملعب السياسي اليوم. وإذا هربوا من هذا الاتفاق سيكونون أمام فضيحة محلية وإقليمية، والمملكة العربية السعودية لن تسمح يعني بهذا الفشل وبهذا المحاولة لإفشال اتفاق الرياض في عدن. المجلس الانتقالي اليوم يحاول أن يهرب إلى تصعيد، حاول قبل أيام بعمل اعتصام أمام قصر معاشيق، يعود إلى نقطة الصفر عبر العسكريين وعبر الراتب والرتبة كما بدأت جمعيات المتقاعدين عام 2007، يحاول اليوم أن يعود إلى نفس النقطة. قام بالأمس رئيس الوزراء ووجه بصرف جميع مرتبات العسكريين، اليوم يتحرك إلى تصعيد جديد وهو التصعيد العسكري إلى أبين. هذا المجلس اليوم وجد نفسه أمام ورطة كبيرة، وسيحاول بكل ما أوتي من قوة أن يفشل اتفاق الرياض لأنه يعني وفاته. نعم، إذا السيد عبد الرقيب الهدياني كنت معي من عدن، شكرا جزيلا لك. عودة أخيرة إليك سيد صلاح السقلدي، إذا هل لدى التحالف الآن القدرة على استعادة زمام الأمور والسيطرة على الوضع؟ ما الذي يمكن للتحالف أن يفعله أمام تحركات الانتقال الأخيرة؟ لا يوجد لدى التحالف إلا أن يتعاطى مع الوقائع التي موجودة في الجنوب ويتعامل مع أصحاب الشأن وأصحاب الحق وأصحاب القضية في الجنوب هنا. فأنا عبر قناتك ومعادي المجلس الانتقالي بأن لا يفرط بقوات المسلحة ولا بقوات الأمن أمام هذا الطرف الذي يعزز من قواته ويضرب حرب الحائط بكل أي اتفاقيات. وقيل أننا اليوم أمام نسخة مكررة من اتفاقية العهد والاتفاق التي وقعت عام مطلع عام 94، وعندما كان الطرف الآخر يزعم بأنه سيستدعى وفي ذلك الوقت كان يحشد لإجابته وقضى عليها. اليوم نفس السيناريو، نفس الخطاب تكرر، يزعمون بأنهم يحافظون على الاتفاق الأخير باتفاق الرياض فيما هم اعتبروا ويزال يعتبروا بانه منح الانتقالي اكثر من حقه وان سلب الشرعيه كثير من حقوقها وانه ارتجع صلاحياته وارتجع وجودها في سواء صلاحيات عسكريه او سياسيه بعد ان تبنى السعوديه التحالف بانه هو الذي طول لها في الجنوب سواء عسكريا او سياسيا. وبالتالي انا اقر دعوتي هنا للمجلس الانتقالي بان لا يفرق هذه القوات على الاطلاق، فلا يؤمن جانب هذه القوى التي هي كانت في عام 94 تعمل وتبطش عندما كان الطرف الجنوبي ضعيفا. فاليوم لا ينبغي للجنوب ولا ينبغي للمجلس الانتقالي بان يبدا مره اخرى من ذات الجحر وبنفس الانياب وبنفس السموم التي ستنفذ الى جسده، وهي الفرصه الاخيره للمجلس الانتقالي ويعرف جيدا بان هذا المحيط الذي نمر داخله كلنا بان لا 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 مجال للقوى الضعيفه، لا مجال للقوى السلميه للاسف الشديد. وقد راينا كيف كان مصير الحزب الاشتراكي اليمني عام 94 وبل عام 90 عندما دخل بنيه سليمه ودوله مدنيه تطلع الى مشروع مدني سياسي طموح، ولكن كانت القوى العسكريه والقدم والجنود تتربص الان، وكانت النتيجه كما راينا ذلك بشكل عبد العميد. فهل نرضى مره اخرى ان نتكرر ذلك المشهد الدرامي وتلك الماساه؟ اتمنى على المجلس الانتقالي ان يتمسك بهذه القوى، يعني يتمسك بموقفه السياسي ويتمسك بموقفه على الارض، وحتى وان قيل فيه ما لم يقل ولا من وما لم نسمعه من سهم ومن الشباب والشتائم سواء سبق وان سمعنا عام 94 بذريعه مهاجمه الاشتراكي، اليوم يتم استهداف الجنوب بذريعه مهاجمه المجلس الانتقالي وبالتالي براس الجنوب وثرواته وتاريخه وهويته هو المستهدف وهو المطلوب لدى هذه القوى بكل تاكيد.
نعم، إذن سيد صلاح السقلدي شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة قدمناها لكم من قناة بلقيس. لا يسعني بالأخير إلا أن أشكر ضيوفي، كان معي من الرياض المحلل العسكري عبد العزيز الهداشي، وكان معي من عدن الصحفي عبد الرقيب الهدياني، وأيضا من عدن المحلل السياسي صلاح السقلدي. والشكر هو موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، وهو لكم من زميلي معد هذه الحلقة الزميل عبد الرقيب الأبرة. نلقاكم على خير في حلقة قادمة. إلى اللقاء.